أهلا بكم أعزائي الطلبة. استكمالا لدرس الموقع والمساحة بالنسبة لقسم الجغرافيا للصف الثالث الإعدادي، هنكمل مع بعض. وإحنا وقفنا المرة اللي فاتت إن الموقع الجغرافي والموقع الفلكي بالنسبة للقارات، نفتكر تاني مع بعض. الموقع الجغرافي هو الموقع بالنسبة لليابس والماء، أما الموقع الفلكي هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. وقلنا هنطبق الكلام دوت على كل قارات العالم، وهناخد بالمرة التضاريس اللي موجودة في كل قارات العالم. يبقى أنا دلوقتي هعمل إيه؟ هاخد كل قارة من ضمن القارات، هشوف موقعها الجغرافي إيه، وهبدأ أشوف فيها أهم التضاريس اللي هي الجبال والهضاب والسهول. تعالى نتكلم دلوقتي عن أولا يعني إيه تضاريس في البداية، عشان نخلط الدرسين مع بعض، وحيث إن إحنا نربط الدرسين ببعضيهم كموقع ومساحة وبين التضاريس. طيب تعال نشوف التضاريس اللي هي عندي جبال وهضاب وسهول. الجبال يعني ايه؟ هو عندي يا استاذ مكتوب الكلام ده في الكتاب؟ لا، بس لازم نعرف التعريفات ديت والمصطلحات دي، عشان لما نيجي نطبقها في كل خريطة وفي كل قارة هتبقى الامور سهلة. اول حاجة الجبال، ما المقصود بالجبال؟ الجبال هي ارض مرتفعة عن سطح البحر، وبقول سطح البحر لان هو المكان المستوي في أي حتة على سطح الأرض. هو ارتفاع عن سطح البحر يزيد ارتفاعه عن 1000 متر، له قمة جوانبه منحدرة. طيب ده بالنسبة للجبال. طب بالنسبة للهضاب، الهضاب هي عبارة عن أرض مرتفعة أقل من 1000 متر، يعني تقريبا 500 متر، سطحها مستوي أو شبه مستوي. طيب السهول يا أستاذ، السهول عندي 3 أنواع: سهول فيضية، سهول ساحلية، سهول صحراوية. السهول الفيضية كونها النهر، السهول الساحلية كونها البحر أو المحيط، السهول الصحراوية هي التي كونتها الرياح وكونت لي كثبان رملية، وممكن نلاقي منها رمال، وممكن نلاقي منها حصى كبير. طيب تعال نطبق الكلام ده كله على كل قارات العالم. هتبدأ بإيه؟ هبدأ بأول قارات العالم وأكبر قارات العالم اللي هي قارة آسيا. اوصف لي الموقع الجغرافي بالنسبة لقارة آسيا. الموقع الجغرافي بالنسبة لقارة آسيا بيحدها من الشمال المحيط القطب الشمالي، بيحدها من الجنوب المحيط الهندي، بيحدها من الشرق المحيط الهادي، بيحدها من الغرب قارة أوروبا والبحر المتوسط والبحر الأحمر. تاني، قارة آسيا بيحدها من الشمال محيط القطب الشمالي، والجنوب المحيط الهندي، ومن الشرق المحيط الهادي، من الغرب قارة أوروبا والبحر المتوسط والبحر الأحمر. طيب ألاحظ إن في قارة آسيا فيها أكبر بحر داخلي مغلق في العالم اسمه بحر قزوين، وده دايما بيجي على الخرائط في الامتحانات. طيب نخلنا بالنا منه كويس خالص، لأن بحر قزوين ده هو أكبر بحر مغلق في العالم وموجود في قارة آسيا. طيب هتكلمني عن إيه تاني؟ هلاحظ إن في قارة آسيا إن موجود فيها مجموعة من الجزر، زي جزيرة اليابان، جزر الفلبين، جزر اندونيسيا، ودي من اهم الجزر اللي موجودة في قارة اسيا. وانا خدت المرة اللي فاتت ما المقصود بالدولة الجزرية. الدولة الجزرية هي الدولة التي تقيم على جزيرة او اكثر. طيب حلو خالص، عندك ايه يا استاذ في قارة اسيا ممكن تقوله لي قبل ما اتكلم عن الموقع، اتكلم عن التضاريس بتاعتها؟ قبل ما اتكلم عن التضاريس هتكلم اني اللي بيفصل قارة آسيا عن قارة أوروبا عندي جبال تسمى جبال أورال، واللي بيفصل قارة آسيا عن قارة أفريقيا شبه جزيرة سيناء والبحر الأحمر ومضيق باب المندب. ناخدهم من فوق كده، شبه جزيرة سيناء والبحر الأحمر ومضيق باب المندب. أما اللي بيفصل قارة آسيا عن قارة أوروبا قلت جبال أورال، جبال أورال. طيب لما نيجي نتكلم بعد كده عن أهم التضاريس اللي موجودة في قارة آسيا، هنتكلم عن التضاريس الموجودة في قارة آسيا هتقول لي فيها ايه؟ هنتكلم فيها عن أول حاجة يا أستاذ، هتكلم عن الجبال. طب ايه الجبال اللي عندك في قارة آسيا يا أستاذ؟ والله هناخدهم من الشرق. الجبال اللي عندي في قارة آسيا جبال تسمى جبال اليابان، والجبال اللي في الوسط تسمى جبال الهيمالايا، وفيها أعلى قمة جبلية في العالم اسمها قمة إيفرست. طيب عندي ايه كمان جبال؟ عندي جبال تسمى جبال زاجروس، وجبال زاجروس ديت موجودة في دي موجودة في العراق وإيران. أما الجبال الباقية اسمها جبال طوروس،
ودي موجودة في تركيا. تاني نعيدهم تاني، ناخد الجبال من قارة آسيا من الشرق للغرب، أول جبال جبال اليابان، في الوسط جبال الهيمالايا وفيها قمة إيفرست، ده أعلى قمة جبلية في العالم. طب نقولي كمان في جبال تسمى جبال زاجرس، وجبال زاجرس دي فين؟ موجودة في العراق وإيران. وفي جبال إيه تاني؟ في جبال طوروس موجودة في تركيا. حلو، أول حاجة خدناها من التضاريس في قارة آسيا اللي هي الجبال. طيب بعد كده هتكلمني عن إيه تاني؟ هكلمك عن الهضاب. إيه الهضاب اللي موجودة في قارة آسيا؟ عندي هضبة تسمى هضبة التبت، وهضبة التبت تعتبر من أهم الهضاب في قارة آسيا. طيب هضبة التبت، بس بيطلع بيجي لي سؤال كده في الامتحان بيقول لي تعتبر هضبة التبت أو تعرف هضبة التبت بسقف العالم، أو تعتبر هضبة التبت سقف العالم. ليه؟ لأنها أعلى من الهضاب وترتفع عن قمم الجبال التي حولها. طيب يبقى أول هضبة أنا خدتها اسمها هضبة التبت، ودي موجودة في وسط القارة. عندي هضبة تاني، عندي هضبة تسمى هضبة الدكن، ودي في وسط الهند. في هضبة التالتة اللي هي على الشمال خالص بالنسبة للقارة، شمال جنوب شرق غرب، اللي هي غرب القارة، اسمها هضبة شبه الجزيرة العربية. يبقى خدت 3 هضاب في قارة آسيا، هضبة التبت سقف العالم، هضبة الدكن اللي هي في الهند، هضبة شبه الجزيرة العربية. يبقى أنا خدت كده من التضاريس في قارة آسيا الجبال والهضاب. بقي لي إيه؟ هيكلمني عن السهول. السهول لما أجي أذكر كلمة سهول ساحلية موجودة في قارة آسيا، هي السهول اللي بتطل على البحار والمحيطات، هي السهول اللي كونها لي، اللي اتكونت عن طريق البحار والمحيطات. طب إيه السهول الساحلية الموجودة عندك في قارة آسيا؟ هيقول لي والله عندي سهول ساحلية متمثلة في السواحل اللي بتطل على بحر قزوين، أو السواحل اللي بتطل على المحيط القطب الشمالي، أو المحيط الهادي، أو المحيط الهندي. يعني إيه؟ يعني لما أجي أوصف السهول الساحلية في أي قارة مش شرط بس آسيا، هتكلم عن السهول اللي بتطل على البحار والمحيطات، عشان ممكن ما أذكرهاش تاني. يعني أي سهول ساحلية هتكلم فيها عن أي قارة، هتكلم فيها عن أبص كده من بره خالص على الساحل اللي هي المحيطات والبحار بالنسبة للقارة دي. طيب إيه تاني عندك في السهول ممكن توصفه لي؟ السهول الفيضية. السهول الفيضية اللي موجودة في قارة آسيا هنبدأ من فوق خالص، اسمها سهول سيبيريا. سهول سيبيريا ودي سهول فيضية، يعني كونها أنهار. كونها كم نهر يا أستاذ؟ كونها 3 أنهار، نهر اسمه أوب، ونهر اسمه يانسي، ونهر اسمه لينا. نهر اسمه أوب، ونهر اسمه يانسي، ونهر اسمه لينا. طب ال3 أنهار دول بيصبوا فين؟ دول بيصبوا في المحيط القطب الشمالي. طيب عندك انهار تاني؟ اه، في نهر يسمى نهر اليانجستي، وده من اهم انهار سهل الصين الشرقي، او سهل شرق الصين، يعني نقول سهل الصين الشرقي او سهل شرق الصين، الاتنين صح. طيب حلو خالص. عندك ايه سهول تاني فيضية؟ عندي سهول نهر دجلة والفرات، ودول بيصبوا في الخليج العربي. طيب عندي ايه سهول فيضية تاني؟ عندي سهل نهر السند، نهر السند بيصب في المحيط الهندي، نهر السند بيصب فين؟ في المحيط الهندي. حلو خالص، دي السهول اللي احنا خدناها في قارة آسيا. طيب حلو خالص. كده اتكلمت عن كل التضاريس اللي موجودة في قارة ايه؟ آسيا. تعال ناخد قارة جديدة اسمها قارة افريقيا، القارة اللي احنا فيها، القارة اللي جمهورية مصر العربية فيها. طيب اوصف لي دلوقتي قارة افريقيا ايه هو الموقع الجغرافي ليها؟ هيقول لي يا استاذ بيحدها من الشمال البحر المتوسط، بيحدها من الشرق المحيط الهندي، بيحدها من الغرب المحيط الاطلنطي. طيب قارة افريقيا كل اللي انا عايز اعرفه عنه ان فيها جزر صغيرة مش زي قارة اسيا. ايه الجزر اللي موجودة فيها؟ جزيرة تسمى جزيرة مدغشقر، وجزيرة تانية تسمى جزر القمر. جزيرة مدغشقر وجزر القمر، بتتميز هذه القارة بأن الجزر بتاعتها قليلة. هنتكلم بعد كده عن ايه؟ هنتكلم عن أهم التضاريس الموجودة في قارة أفريقيا. برضه هنتكلم عن جبال وهضاب وسهول. ايه الجبال اللي موجودة في قارة أفريقيا؟ عندي جبال في الشمال الغربي خالص اسمها جبال أطلس، ماشي، وتحصر بينها هضبة تسمى هضبة الشطوط، وقلنا كلمة الشطوط دي اللي خدناها في تانية إعدادي لأنها بتطل على أكتر من شط أو بتطل على البحار المالحة. عندي جبال تاني تسمى جبال البحر الأحمر. طيب
دي موجودة فين يا أستاذ؟ دي موجودة في الشرق أو الشمال الشرقي بالنسبة للقارة، ودي موجودة في مصر. طيب عندي جبال تاني اسمها جبال كينيا وكيلمنجارو، كينيا وكيلمنجارو. طيب عندي جبال في أقصى الجنوب الشرقي من القارة اسمها جبال دراكنزبرج، دراكنزبرج. احنا عايزين نسهل الكلمة دي ونحفظها، نحفظها ازاي؟ بنقول دور على الكنز في البرج، دور على الكنز في البرج، اطلع لي كلمة جبال دراكنزبرج. يبقى خدت الجبال تاني، جبال أطلس في الشمال الغرب، جبال البحر الأحمر في الشمال الشرقي، جبال كينيا وكلمنجارو، جبال دراكنزبرج. طيب حلو خالص، دي الجبال. طب ايه الهضاب اللي موجودة عندي في قارة افريقيا؟ في هضبة احنا قلناها قبل كده اسمها هضبة الشطوط، وفي هضبة اللي هي اسمها هضبة الصحراء الكبرى. هضبة الصحراء الكبرى دي يا أستاذ زي منها إيه؟ زي الصحراء الشرقية والصحراء الغربية اللي موجودة في مصر. الصحراء الشرقية والصحراء الغربية اللي موجودة في مصر دي من ضمن هضبة الصحراء الكبرى. عندي هضبة تاني اسمها هضبة إثيوبيا، وهضبة تالتة اسمها هضبة البحيرات الاستوائية. ونعرف كده يا شباب إن هضبة إثيوبيا وهضبة البحيرات الاستوائية هم منبع لنهر النيل. هضبة إثيوبيا وهضبة البحيرات الاستوائية منبع لنهر النيل. طيب عندي ايه الهضاب تاني اللي موجودة في قارة افريقيا؟ عندي هضبة في الجنوب اسمها هضبة جنوب افريقيا، هضبة جنوب ايه؟ افريقيا. وهضبة جنوب افريقيا دي فيها اهم نهر اسمه نهر اورانج ولمبوبو، نهر يسمى نهر اورانج ولمبوبو. اورانج دي نسبة لان الارض هناك كانوا بيزرعوا فيها محصول اللي هو البرتقال، فسميت على هذا الاسم، اسمها اورانج ولمبوبو. طيب حلو خالص كده، انا خدت مجموعة هضاب. ايه الهضاب اللي خدناها؟ نعيدهم تاني. هضبة الشطوط انا خدتها في الاول، هضبة الصحراء الكبرى، هضبة الحبشة او اسمها هضبة اثيوبيا، دي صح ودي صح. الهضبة التالتة اسمها هضبة البحيرات الاستوائية، الهضبة الاخيرة اسمها هضبة جنوب افريقيا واللي فيها اهم انهار اللي بيقطعوها نهر اورانج ولمبوبو. طيب بقي لي ايه يا استاذ في قاره افريقيا؟ بقي لي في قاره افريقيا السهول. انا قلت السهول الساحليه هي السهول اللي بتطل على البحار والمحيطات، يعني السهول ممكن اقول السهول اللي بتطل على البحر المتوسط، البحر الاحمر، المحيط الهندي، المحيط الاطلنطي، كله ده صح. طيب لما اجي اتكلم عن السهول الفيضيه، السهول الفيضيه اللي موجوده في قاره افريقيا اللي كونها نهار، اول نهر عندي في مصر والسودان زي نهر النيل. نهر النيل ده موجود فين؟ في مصر والسودان، وبيصب فين؟ في البحر المتوسط. عندي نهرين مهمين جدا تاني، نهر يسمى نهر النيجر ده في دولة النيجر وبيصب في خليج غينيا والمحيط الأطلنطي، ونهر تاني يسمى نهر الكونغو وبيصب في المحيط الأطلنطي. ممكن يجي لي سؤال كده، أين يصب كل نهر من هذه الأنهار؟ نهر النيل بيصب فين؟ أقول له في البحر المتوسط. نهر النيجر بيصب فين؟ في خليج غينيا والمحيط الاطلنطي. طب يا استاذ انا كتبت المحيط الاطلنطي بس، اجابتك صحيحه مفيش مشاكل. طيب لو نهر قال لي نهر الكونغو بيصب فين؟ هقول له في المحيط الاطلنطي. يبقى خدت ثلاث انهار مهمين جدا اللي كونوا لي سهول فيضيه، خصبه صالحه للزراعه، نهر النيل في مصر والسودان بيصب في البحر المتوسط، نهر النيجر بيصب في خليج غينيا والمحيط الاطلنطي، ونهر الكونغو بيصب في المحيط الايه؟ الاطلنطي. حلو خالص، انا خدت كده سهول فيضيه وخدت سهول ساحليه، بقي لي السهول الصحراويه. هل في سهول صحراويه؟ يعني ايه سهول صحراويه نفتكر؟ يعني مجموعه الرمال والحصى اللي موجوده في الصحراء. هل في سهول صحراويه موجوده في افريقيا؟ اه في سهول صحراويه موجوده. زي ايه؟ زي بحر الرمال العظيم في مصر، وبحر الرمال العظيم دوت لما بيبقى موجود في ليبيا اسمه سهل كلينشو. يبقى بحر الرمال العظيم في مصر وسهل كلينشو في ليبيا. وفي عندي رمال تاني؟ اه في سهول صحراويه، سهول صحراويه موجوده فين؟ موجوده في صحراء اسمها صحراء كالهاري، ودي موجوده في جنوب قاره افريقيا. حلو، انا خدت كده ان قاره افريقيا موجود فيها جبال وهضاب وسهول سواء كانت فيضيه او ساحليه او صحراويه. تعال ناخد بعد كده تعريف مهم جدا في قاره افريقيا قبل ما نسيبه، يجي كده يقول لي ما المقصود بحوض النهر؟ حوض النهر يا استاذ هو عبارة عن الأرض اللي بيجري فيها النهر وروافده التي تنحدر إليها، يعني المكان يا شباب اللي بيجري فيه النهر والروافد اللي هو الأطراف اللي جاية للنهر بيمشي فيه. فأقدر أقول إن حوض النهر هو عبارة عن الأرض التي يجري فيها إيه؟ النهر وروافده.